سيروا لا تهتموا. كداح اصحاب العار سيدي تركاز العين ناكل فيه على التشليط ناكل فيه في كل حرب تغش. موسم جديد، موسم جديد، من نضيفه في الموسم الجديد هذا؟ من نضيفه؟ شنو رأيك نضيفه هذاك متاع الفضايح اللي ناقبة في رمضان؟ بسم الله العظيم انت من طلعت لي، لكن يا سلام عليك والله مستر ناقبة، ونسموه ناقبة في المسلسل، نسموه ترابونو. ترابينو مليح بكل باي غيره من عندنا. مزيل البطشة، مزيل البطشة مليح بكل، وهذا اسمه جاي منا في من غادي. تبارك ترسمونا العيل المطرشك، والله الشيباني المضحكة اللي حجلي تل أبيب. والله اللي مضحكة حق نرسمهم الزوز علاش لا. وش رأيك نرسم الدبيبة؟ الدبيبة والله الدبيبة شخصية مليحة، ممكن نديرو بيه شغل، لكن بالك يزعل، راه الدبيبة حبيبنا ما نبوش نزعلوه. بالعكس والله ياخدها بروح رياضية، تجو مليح. تتفكر لما قال هذاك مش عارف نقول له كركوبة ويقول لي دنقة باهي نرسم الشيخ عادي. يا صلي على النبي، صلي على النبي شيخ. لا 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 سكروا بعاش ابو شيخ، سكروا لنا البرنامج. شكرا يا شباب، شكر الله وسعيكم. روح كده. الأمور بقت واضحة خلاص، حد عنده سؤال؟ المعلم مهمته يوجه التلاميذ ويعطي الأوامر ويحاسب المقصرين. المعلم أساليبه في التواب والعقاب هلبة ومتنوعة، والهدف الأهم عنده تطبيق بروتوكول المدرسة. أنا هو اللي ما عاد فهمت شيء، أنا أزهايمر خرطني والله في حاجة غلط. تكنك الصورة عندك ما هيش راكبة على صوت محرك أفانتي على بودي سامسونج ولا كيف؟ الشنكة أشهر لاعب سكمبيل في جيله، ولاعب حتى في الأجيال اللي بعده. مربوعته أهم من الكرملين، وأخطر من البيت الأبيض، وأخبط من الكنيسة. سعي ما سعي ما تشدوهاش علي عاد. حتى مدير برطمان ما زلت فقري يا شنكة. أي سامسونج وأي نفاندي، هذا بدي جمس على محرك سياط، بعدك هو نفس المصنع مغير أنت مش متبع الدنيا ونعطي وجهها. الشخشير قائد عسكري يدور على كرامة الضايعة، وصاحب الرقم القياسي في الهزائم العسكرية وفي ساعات الصفر الفاشلة وفي عدد الدول اللي تحالف معاها من غير أي فائدة طبعا. كيف صار؟ من اللي عاطي وجهها؟ بالله فكونا يا مجوية يا جماعة. السيد الترابينو مهارته في الكذب والتزوير ما تجي شيء قدام مهارته في التسول. والمهارات متاع الترابينو هلبة، لكن للأسف هذا اللي سمحت به الرقابة. يا أخوي كبودنا درهت من الكشري متاعكم هدارة، أمتى تكمل الدورة هذه؟ خلاص بنروحوا لماكلتنا اللي نعرفوها، بنروحوا للكفتاجي والبلابي، بنرجعوا لبلادنا يا راجل. حترجع حترجع يا ابني. إلا قولي هو أنت جديد هنا؟ أنا ما شفتكش قبل كده. اسمي حضرتك إيه؟ الترابينو، محسوبك الترابينو. هترجعوا هترجعوا لبيوتكو ولبيوت الناس التانية برضو، ما هي زاطت بقى. العقل فاطمة صوب فاطمة، تنطيلها اللعبة هنا. هنا يجب أن أتوقف قليلا. الشعر والفصاحة والوسامة والجمال، مسيلمة صاحب أعلى معدل للكذب على مقياس زلز، عنده 200 قصيدة غزل في جزيرة الفرناج، أشهرها أمنيتي يوم يكون عجاج ونلبس تاج ونبرم برما في الفرناج. فاطمة الأولى مش كيف فاطمة الثانية،
جزاه عن جميع الناس العقل فاطمة صوب فاطمة. ركزي ركزي في الفكرة. العقل فاطمة صوب فاطمة. فاطمة الأولى هذه بنت سيدة، الثانية جارتها، يعني يطري في اثنين في بيت واحد. يا بي يا علي، هذا كيف اللي قال كملتي يا كبدي تشليحة على كانون مقابل ريح؟ لاحظ يقول كملتي يا كبدي، الباين واخد معلاق ولا نص كيلو كبدة وكبد جمل الباين. تي هو عقاب معلاق ولا نص كيلو كبدة وهو جيك ثلاث ارباع قلب وكلاوي. الكبدة فيه طشة وتكنم. انت راش تسمع الكلام يرى عشان فيك انت حكاية الكبدة والمعلاق والأصبان في المرعب بالنسبة لك. لكن والله عليك لمان، اصلا من زمان من مازال يسمع لي مفيت حوليتي السمحة. بنداقة اصحاب الظان عطبك عليك يا ذيب شوبرة. والله ما بنداقة مفيتهم، اما نحن كتاح. كتاح قال لك الكتح المبين، كتاح اصحاب العار، كتاح ودار العار عطبك عليك يا جحش نوطر.